مرحبا، أنا اللاعبة رسل الوائلي. شاركت ببطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا وتعرضت إلى تحرش جنسي من قبل رئيس الوفد الذي يشغل منصبين، منصب رئيس اتحاد ونائب أول باللجنة البارالمبية العراقية. اشتكيت عند المسؤولين اللي بالبطولة وحولوني إلى مجلس النزاهة تابع للاتحاد الدولي، وصار تحقيق أول مرة، لكن توقف هذا التحقيق بسبب ماكو أموال، واللي يترأس هذا التحقيق السيد كيفن. حاليا أنا ما أعرف مصيري كلاعبة، هذا الشخص يتجول وكأنه لم يفعل شيء، وما مهتم لأي تحقيق، وعلى الأقل كنت منتظرة أنه ولو يتوقف لحين إكمال التحقيق، لكن وطلبت هذا الشيء من السيد كيفن، لكن تحدث معي وما عنده أي سلطة يقدر يوقفه لحين إكمال التحقيق، لأنه هذا الشخص حاليا دا يسافر، ويعني صعب علي أنا كلاعبة أشوف رئيس اتحاد أو المتحرش يتجول كأنه لم يفعل أي شيء وما مهتم للقضية نهائيا، وهذا شيء جدا يحزنني. وحاليا أنا ما أعرف مصيري، ما أعرف هذا التحقيق يكمل أو لا، بغض النظر عن النتيجة إذا كان التحقيق ضدي أو معي، رغم أنه أنا أمتلك كل الأدلة مع الشهود أيضا. هو الرجل نفسه يعني اعترف بأنه أول شيء انطاها حباية فاليوم، وطبعا بملحة من عنده، وهو بنفسه إلي يعني اعترف لي شخصيا يعني من هالتفاصيل، وأكو تسجيل طبعا بهذا الخصوص على لسانه يعني. وهناك يعني لجنتين تحقيقية صارت، وحدة تخص اللجنة البارالمبية العراقية وأدانو، ووحدة أيضا تخص الاتحاد العراقي للمعاقين وأيضا أدانو يعني، بس بشكل بسيط يعني أنه فقط أبعده 3 أشهر عن يعني عن رئاسة الاتحاد، كأنه توقيف لمدة 3 أشهر. وطبعا صار تواصل مع لجنة النزاهة الخاصة بالاتحاد الدولي، وطينا كل شهاداتنا، ظل يتواصلوا يعني فترة طويلة، طينا شهادات، طينا كل التفاصيل والإثباتات. بس المشكلة أنه هو يعاني من قلة الموارد المالية بصراحة يعني، فالقضية صار لها متوقفة كذا شهر. أتمنى تساعدوني ويخلص هذا التحقيق بأسرع وقت. أنا صار لي من شهر 11 وإحنا اليوم نهاية شهر 8، فأتمنى من اتحاد دولي أنه تشوفوني وتأخذون هذا الموضوع جدي. شكرا جزيلا.